فأنا أعتقد أن لهتلر أيضاً أصول يهودية. استنكرت إسرائيل تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. هتلر لو هيا ممتصى يهودي ويهوديم لو أرغو اتعصمام بالشואה. Far right groups though do exist in Ukraine and Russia's focus on them is not new. First of all, Zelensky is a Nazi. He's from a Jewish background and he's barely even a politician. He's a former TV comedian. And to do this, we will strive to demilitarize and denazify Ukraine. Denazify? That's hard to do when you're acting like the Nazis. Now, this is obviously a ridiculous claim. Я так думаю, Путин не решится пойти. Он не нападет. Нет, вы не верите. Я не верю. Большинство людей не верят, что Россия может напасть на Украину и завоевать ее, потому что в этом просто нет смысла никакого. Какое состояние сейчас и какое оно будет потом? Все вокруг этого, вокруг войны. Будет она или не будет ее? لم يشعر أي منهم بأن أياماً قليلة تفصلهم عن غزو روسيا لأوكرانيا. فهم يعيشون منذ 8 سنوات على هذا الحال تحت تهديد التفرقة بين الأوكرانيين على أساس عرقي وقومي. الرابع والعشرون من فبراير عام 2022. حرب في أوكرانيا ربما جرت أحداثها في التاريخ قبل أن تبدأ هنا في دونباس. مقدمات كثيرة أنذرت بالأحداث ورفعت الراية الحمراء في وجه العالم، العالم الذي تعلم درساً قاسياً من ماضي الحروب. ورغم ذلك تبدو هذه الحرب كمعركة مؤجلة من الحرب العالمية الثانية. يافهين كونوفاليتس زعيم قومي أوكراني شارك في الحرب العالمية الأولى وحاول إنشاء حركة انفصالية في أوكرانيا السوفيتية، ثم قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية ساعد الفاشية الألمانية ضد ستالين الذي أمر باغتياله على يد بافيل سودوبلاتوف في 23 مايو عام 1938 في روتردام بإعطائه علبة شوكولاتة تحتوي على قنبلة، وقال ستالين لقاتله: هذا ليس مجرد عمل انتقامي. رغم أن كونوفاليتس عميل لألمانيا الفاشية، هدفنا هو قطع رأس حركة الفاشية الأوكرانية عشية الحرب وإجبار رجال العصابات هؤلاء على إبادة بعضهم البعض في صراع على السلطة، وذلك حسب ما ذكر القاتل نفسه بافيل سودوبلاتوف في مذكرته بعنوان المهام الخاصة المنشورة في عام 1994. عام 2014 لم تنتهي أسطورة فاشية يافهين كونوفاليتس، إذ يتخذه أوكرانيون رمزاً لهم. خلال بحثنا وجدنا عبر الموقع الرسمي لكتيبة أزوف مدرسة باسم كونوفاليتس يتدربون فيها على فنون القتال، فهم يعتبرونه رمزاً قومياً لأوكرانيا التي يحلمون بها ويرتكبون الجرائم باسم تفوق عرقهم. يتقدم هؤلاء أندري بيليتسكي المؤسس الرئيس لكتيبة أزوف والقائد العسكري لها. حصل بيليتسكي بعد معارك ماريوبول في عام 2014 على وسام الشجاعة من الدرجة الثالثة بسبب شجاعته الفردية وبطولته في الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الأوكرانية. وفي 15 أغسطس عام 2014 حصل على رتبة مقدم شرطة فوق العادة، كما أنه كان عضواً في البرلمان الأوكراني عن حزب تأسس للتعبير سياسياً عن جماعته. Азов, что ультранационалистическая, даже вот неонацистская, да, вот какая идеология
у Азова? Да, мы националисты, мы этого не скрывали никогда. Вся наша идеология вот в нашем знаке сочетается, в пересечении букв И и Н. Идея нации. هذا هو تفسير بيليتسكي للشارة الخاصة بأزوف، لكن هل تشبه هذه الشارة ولفسانغل وتاريخها؟ يقول بيليتسكي إن شعاره يرمز إلى فكرة القومية، لكن لعل للتاريخ رأي آخر. تعود قصة مثل هذه الرموز إلى الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي لقب نفسه بسيد الذئاب لحبه الشديد لهذا الحيوان البري بحسب مصادر عدة. هذه الأداة التي عرفت بولف سينجل كانت تستخدم لصيد الذئاب، وهي ذاتها تظهر في شعارات نازية عديدة. فرقة بانزر اس اس الثانية داس رايخ، فرقة عسكرية تابعة للحزب النازي، شاركت في معارك عدة خلال الحرب العالمية الثانية، وساهمت في إبادة اليهود بالقرب من مينسك عام 1941. فرقة جرينادير اس اس للمتطوعين الرابعة والثلاثين، فرقة عسكرية كانت تتكون من متطوعين هولنديين شاركوا في معارك على الجبهتين الغربية والشرقية خلال الحرب العالمية الثانية. فرقة اس اس الشرطة الرابعة بانزر جرينادير، فرقة عسكرية تم تشكيلها لتكون جزءا من الشرطة الوطنية الرسمية، ارتكبت فظائع في اليونان وتسببت بتدمير مدينة سبيركياس. الحركة الاشتراكية القومية في هولندا كان حزباً سياسياً هولندياً فاشياً وفيما بعد نازياً، وظل الحزب القانوني الوحيد في هولندا معظم الحرب العالمية الثانية. رعاية الشعب الاشتراكية القومي أو منظمة الرعاية الاجتماعية النازية، تأسست المنظمة في عام 1931 كمنظمة رفاهية محلية بعد وقت قصير من تولي الحزب النازي السلطة في فيمار بألمانيا، ثم حولها هتلر إلى منظمة حزبية تابعة للحزب النازي. فرقة المشاة الثالثة والثلاثون أو الفيرماخت، القوات المسلحة، فرقة تابعة للجيش الألماني نشطت في الحرب العالمية الثانية في معركة فرنسا، ثم تم تحويلها لاحقاً إلى فرقة بانزر الخامسة عشرة. Да, националисты – это агрессивные люди, люди, которые превозносят свою национальность, принадлежность своей национальности превыше других остальных и прочих, считая, что только их нация имеет право на существование, а все остальные могут быть либо рабами этой самой нации, либо должны подвержены быть уничтожению. То есть есть соответствующие доктрины у националистов, у неонацистов, у нацистов, которые опираются на доктрины, которые в свое время публиковали в свое время фашисты. То есть там как раз-таки подчеркивается достаточно четко и внятно, что лишь одна нация, как правило, почему-то именно белая нация, белая раса, значит, арийская раса должна быть превосходить всех остальных. Хотя, конечно, в наше время сейчас встречаются самые разные формы национализма, нацизма. Есть так называемый черный расизм, есть желтый расизм, есть, соответственно, белый расизм и, соответственно, нацизм. То есть это все является так, звеньями одной цепи. مقابلة سرية أجريناها من أوكرانيا مع الرهيب، حسب ما كان يلقب في كتيبة المتطوعين التي شارك فيها لمحاربة كتائب تتبنى أفكاراً قومية وعرقية توصف بالنازيين الجدد في إقليم لوغانسك قرب بلدة ديبالتسيفو، ليروي لنا مشاهداته الحية عن الفظائع التي ارتكبتها هذه الكتائب، وأخفينا هويته الحقيقية حفاظاً على حياته. Ну, в основном под Луганском, возле Дебальцево, батальоны были «Торнадо», но они в основном не воевали, они кошмарили мирное население. Днепро-1, ну, собственно, это основные именно националистические батальоны. Да, масса, очень много людей рассказывали о том, как они себя вели. Они могли, просто идя по городу, если человек не понравился, избить его прикладами, так, для острастки, как они это называли. Очень много людей
забирали просто с улицы, сажали в микроавтобус, везли к себе на базу, база у них находилась в школе, и в подвале избивали, издевались, насиловали, что только не делали. Например, мужчин раздевали догола, обливали водой и били электрошокерами, использовали электричество, то есть подключали к разным частям тела, включая половые органы и так далее. Людей в основном пытались обменять на деньги, то есть как бы выкуп требовали. У кого не было такой возможности, тем приходилось как в рабстве пахать на них, делать тяжелую грязную работу, убирать, при этом их постоянно избивали. То есть, я, например, был случай, мы после того, как зачистили их опорный пункт, нашли там парня. Парня схватили за то, что у него в багажнике нашли кусочек георгиевской ленты. Его избивали много раз, держали в подвале, он каким-то образом умудрился сбежать, его догнали, поймали и перерезали сухожилия чуть выше пяток, чтобы не мог ходить. После этого держали в клетке, как животное, прямо возле входа. Все просто. Например, начальник, так сказать, или, как правильно, комбат батальона «Торнадо» говорил, что это его бизнес, и он должен приносить прибыль. А туда брали, то есть 50% этого батальона, если не больше, были люди, сидевшие неоднократно, которые ранее участвовали в группировках бандитских и так далее, то есть издеваться, отбирать. Они могли зайти в любой дом и забрать все, что им понравится. Причем они никого об этом... Ну, то есть просто, вот, допустим, случай был. Зимой, это, по-моему, был январь месяц, они вломились в дом, где жила парализованная женщина. Дети у нее уехали, от войны сбежали, а за ней смотрела соседка. Они просто из-под этой женщины выдернули новый матрас и ушли. Соседка нашла женщину за кроватью уже мертвой. Ну, скажем так, люди, которые пережили Вторую мировую войну, старики, говорили, что немцы так себя не вели, даже во время оккупации. То есть это люди совершенно отмороженные. Для них, допустим, вот над людьми, которые содержались в школе, помимо избиений постоянных, унижений и так далее, они заставляли заниматься половыми актами, снимали это на видео, насиловали. Ну, то есть девочку лет 20 насиловали в течение недели, после чего она умерла. Это то, что я именно знаю и разговаривал с очевидцами. كانت هذه شهادة الرهيب. لكن ما يدعم كلامه على المستوى الدولي، واجهة أزوف لاتهامات من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في تقارير عدة بارتكاب جرائم حرب وعمليات اغتصاب في مناطق النزاعات، إضافة إلى انتهاكات بحق الأسرى والمدنيين في مناطق القتال. رغم مرور نحو 8 سنوات على تأسيس كتيبة أزوف، لا يعرف بعد هوية جميع مموليها، لكن اسما واحدا فقط يظهر بارزا بين الجميع، وهو إيغور كولوميسكي، رجل الأعمال الأوكراني الذي يحمل الجنسيتين القبرصية والأوكرانية وينحدر من أصول يهودية. تعود قصة تمويل كولوميسكي لأزوف إلى رغبة السلطات الأوكرانية في تشكيل جبهة مواجهة ضد الانفصاليين الموالين لروسيا عام 2014 وإلقاء المسؤولية على عاتق حكام الأقاليم. انطلاقاً من تلك الرغبة، قررت الحكومة الأوكرانية تعيين الأثرياء الأوكرانيين في مناصب حكام البلديات والأقاليم، وكانت البداية من كولوميسكي الذي عين حاكماً لإقليم دنيبروبيتروفسك شرقي البلاد. فلجأ الملياردير الأوكراني إلى تمويل عمل الميليشيات اليمينية المتطرفة في أوكرانيا. نقطة الالتقاء بين الحكومة الأوكرانية التي لجأت إلى رجال الأعمال لتمويل العمليات القتالية ورجل الأعمال القبرصي الأوكراني وصلت إلى مرحلة الخلاف قبل منتصف عام 2015، بعد أن استخدم كولوميسكي الميليشيات التي يمولها من أجل السيطرة على مقري شركتين للنفط مملوكتين للحكومة الأوكرانية.
Скажите, пожалуйста, что любит голова областной администрации? Вночи. Ну, с тобой хочет увидеться. Другой возможности нет, как тебя увидеть, твое лицо. Радио Свободы. А что ты не спрашиваешь, как рейдерский захват в Укртранснафте произошел? И русские диверсанты сюда попали, а? Что ты об этом не спрашиваешь? А, или тебя Коломойского, блядь, надо увидеть. Мы освобождали здание Укртранснафта от русских диверсантов. وبعد تفجر الصراع مع حكومة الرئيس السابق بوروشينكو أعلن الأخير إقالة كولوميسكي من منصب حاكم الإقليم. وفي عام 2021 وبسبب تمويل عمل الميليشيات والفساد خلال فترة حكمه للإقليم، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كولوميسكي. ارتباط الجماعات القومية الجديدة أو من يعرفون إعلامياً باسم النازيين الجدد بالفاشية الألمانية وقت الحرب العالمية الثانية تتبعناه عبر رموزهم وعبر الشخصيات التاريخية التي يتخذونها قدوة لهم، لكن ما علاقة إسرائيل بهم وما سبب هذا التصريح؟ Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. بالنسبة لتصريح لافروف قبل باستياء شديد في إسرائيل لأنه قال هم اليهود هم الذين معادون للسامية ورجح أن هتلر له أصول يهودية فهذا التصريح أثار يعني نوع من الاستياء ونوع أزمة في العلاقات مما طرت إسرائيل استدعاء السفير الروسي وكذلك كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء بنت والرئيس بوتين ورئيس بوتين بحسب التصريحات في إسرائيل والموقف في إسرائيل أعرب عن اعتذاره لهذا التصريح ولكن لم يصدر تعقيب في موسكو. Нет, ну вообще, в принципе, мы знаем, что в каждой национальности, в том числе у еврейской национальности, присутствуют некоторые формы шовинизма и нацизма. Это правда, это действительно такая формула, она имеет место быть. Хотя, в принципе, конечно же, все народы, и евреи в том числе, конечно же, выступают против нацизма и так далее. Здесь никого тоже никаких сомнений нет. Но мы знаем, что были миллиардеры, значит, еврейского происхождения, которые финансировали в том числе Адольфа Гитлера. Это были 30-е годы. Почему они его финансировали? Они видели в нем яркого политика, который смог поднять Германию с колен. Каким образом? То есть сделать страну великой. И при этом никто не обращал внимания на идеологию и на то, что он провозглашает. Главное, что то, что он бы сделал. А то, что он говорит, как они считали, это мало кого тогда интересовало. И более того, действительно, к сожалению, имели место быть контакты некоторых еврейских общин с тогдашними руководителями Третьего Рейха, в том числе с Борманом, с Герингом и так далее. То есть историки считают, что, к сожалению, эти нюансы имели место быть, хотя, к сожалению, сейчас, как правило, это очень тщательно, значит, от этого отвергают, отрицают это, но говорят, что такая практика имела место быть. Вот. Но, в принципе, конечно же, есть очень популярные формулировки, там, что Ротшильды, Рокфеллеры, которые, как правило, относят их к евреям, к принадлежащим еврейской национальности, считают, что вот они как раз-таки были одним из главных финансистов нацистских партий Европы того времени. То есть это правда. Это оставил нуа малистия лада льяхуд, шааб льяхуди. لأن المسألة النازية لم تكن يعني مش ده مش ما فيش نازيين جدد النازية والكارثة التي تعرض لها الشعب اليهودي هي لا يمكن محوها ولا يمكن مساواتها بأي يعني حرب أو أي أزمة نخوضها أو العالم يخوضه في هذه الأونة. بحثنا فيما يحدث على الأرض وحاولنا تفسير التصريحات الروسية ضد إسرائيل رغم تمسك إسرائيل بصداقة دولة روسيا. وخلال بحثنا شاهدنا هذا الفيديو عبر تيليجرام لمقاتلين تلقوا تدريبا في الجيش الإسرائيلي ثم توجهوا للحرب في أوكرانيا. دعنا نرى سويا هذا الفيديو.
أعتقد أنك قد شاهدته سابقاً ولكن لنشاهده سويا. هل رأيت هذا الفيديو من قبل؟ Слава Украине! Мы находимся в гостинице Минора в Днепре. Нам предоставили очень хорошие условия для жизни. Теперь хотим поблагодарить главного раввина. Скажи, брат, кого мы благодарим сегодня за такие условия, за такую предоставленную помощь нам, украинцам, и вам, евреям с Израиля, которые прилетели нам помочь с российской агрессией, с русскими негодяями, убийцами, которые пришли нас убить. Спасибо. Но что-то большое пошло не так. Спасибо большое нашему глубоко уважаемому раввину Шмулю Каменецкому за предоставленные апартаменты, за крышу над головой, за вкусный обед и ужин. От всей души. Слава Украине! Слава украинскому народу! Что бы вы хотели, как бы вы хотели поблагодарить? Я нашего? Тоже очень благодарен за ночлег, потому что им есть где спать, есть что есть. В праздник Песах мы находимся в синагоге. Большое спасибо. Брат Сей. תודה רבה לרב על זה שדאג לנו לארוחה כשרה, תודה רבה על הפסח שהרגשנו פה את חג הפסח, על השינה, על המיטה, על המיטות הנוחות, על המקלחת, על הכל, תודה רבה רבה, באמת תודה רבה. מכל הלב, מכל הלב, תודה. מכל הלב, תודה. תודה רבה לך, עשית לנו טובה, תודה. תודה רבה, סלאבה אוקראיני. מה תעליקות? الحقيقة لم أفهم في البداية ولا كلمة، لأن لا أفهم الروسية ولا الأوكرانية، لكن فهمت في الآخر أنهم مجموعة يتحدثون باللغة العبرية. أنا في تقديري أنهم من ربما أوكرانيين جاءوا إلى إسرائيل وعاشوا هنا وربما خدموا في الخدمة العسكرية وعادوا إلى أوكرانيا لتقديم المساعدات، كما يحدث أيضا في روسيا. هناك الكثير من الأوكرانيين في روسيا أيضا يعني يريدون حماية الشعب الأوكراني ويتم تجنيدهم أيضا في أوكرانيا. هذه أمور تحدث، هناك رأي عام وهناك صحافة حرة في إسرائيل، ونحن نعرف ماذا تفعل الصحافة في إسرائيل لمثل هذه القضايا. وبالتالي إذا كان هذا الموضوع فعلا موجود لتسرب إلى الصحافة ووجدنا الـ يعني البنطات على بالعريض لهذه المواقف. فتشنا في مواقع الأخبار والمقاطع المصورة التي نقلتها الصحافة العبرية، فعثرنا على هذا اللقاء المنسوب للقناة 13 الإسرائيلية. הייתי לוחם בסיירת גולני, ואז אני פה, בבת שלי. הייתה לך התלבטות אם להתנדב או לא? מפחיד קצת, לא? מפחיד? מפחיד. מה פתאום, אחרי צה"ל, מה יש? מה יש לפחד, תגיד לי. אחי, מוכנים להכל. מוקבל הנשרת על כנה 13 הישראלייה. מה, אתנאים מן היהוד האוקרניים, חדם הופי סופוף אל ג'ש אל ישראלי, ועדו בעד ההליל קטל דד אל כוואת רוסיה. سؤالي هو كالتالي: عندما نتحدث عن جندي إسرائيلي، عندما نتحدث عن يهودي أوكراني وصل إلى إسرائيل، حصل على الجنسية الإسرائيلية، خدم في الجيش الإسرائيلي، هناك ما يربطه بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، هو لا يستطيع أن يتطوع وفق إراداته فقط، فكيف يمكن التعاطي مع هذه القضايا؟ يعني هو سؤال طبعا واضح، لكن طالما وأن هذا الشخص قدم الخدمة العسكرية فيعتبر نفسه يعني ليس له علاقة يعني بمستقبله، ولكنه يخدم في الاحتياط الإسرائيلي، يخدم في الاحتياط من الجيش الإسرائيلي. يعني ممكن أيضا روس يأتون إلى إسرائيل ويخدمون في الجيش الإسرائيلي ثم يعودون إلى روسيا لمحاربة أوكرانيا، هذا ممكن يحدث. رغم كونها تحمل أجندة معادية لليهودية عموماً، كان لافتاً ظهور مقاتلي الجماعة في عام 2018 يحملون سلاحاً إسرائيلي الصنع،
ما جعل تلك الصورة سبباً يؤرق الدوائر الإسرائيلية بشأن العلاقة مع أوكرانيا، وهي بندقية هجومية إسرائيلية متعددة الاستعمالات يعتبرها بعض الخبراء من أفضل البنادق الهجومية في العالم، وهي السلاح الرئيسي للقوات الخاصة الإسرائيلية. ناشط من حركة أزوف مع علم الحركة عم بعرض كيفية استخدام رشاش طابور من إنتاج شركة IWI الإسرائيلية. يعني أنا حسب اعتقادي إن هي مسألة تجارة سلاح، وتجارة السلاح هي معروفة ما الذي يحدث فيها، وبالتالي هناك أيضا مراقبة من قبل الدولة فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن هناك قسم خاص في وزارة الدفاع الإسرائيلية لمتابعة بالضبط الأسلحة الإسرائيلية وإلى أين يتم بالضبط توريدها، وهذا يستوجب رد وزارة الدفاع على ذلك. بعدما توصلنا في بحثنا إلى هذه المعلومات، توجهنا بدورنا إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية من مبدأ حق الرد. أخبرناهم أننا نعمل لصالح قناة الشرق وبالمعلومات التي لدينا، فكان ردهم لا تعليق. طبعاً ده موضوع جديد وموضوع حساس، ولهذا السبب رفضت وزارة الدفاع التعقيب على هذه الأسئلة، وهذا من الواضح، لأن كما ذكرت المشاعر مختلطة، هي كل تصريح يمكن أن يفسر من الجانب من هذا الجانب والجانب الآخر. يعني الواضح هو أن إسرائيل تقف يعني في وضع بين المطرقة والسندان، يعني لا تستطيع أن يعني تقول كلمة واحدة دون أن يفسر في الجانب الآخر تصريح مشابه. وأنا ذكرت لحضرتك التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الأوكراني وعن الرئيس الأوكراني نفسه، يعني مش بيهاجموا إسرائيل ولكن هناك عتاب شديد. وفي المقابل روسيا عندما يعني تحاول أن تحيد عن الخط، عندما تشعر أنك تحيد عن الخط، توجه إليك الانتقادات اللاذعة مثل أصل هتلر بأنه يعود إلى أصول يهودية. عام 2018 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقدم مجموعة من أكثر من 10 منظمات حقوقية بدعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل لوقف صفقات السلاح مع أوكرانيا بسبب وصول تلك الأسلحة إلى أيدي تشكيلات مسلحة يمينية متطرفة أو ما عرفت بالنازية الجديدة. بعد الدعوى القضائية في إسرائيل، حذفت شركة صناعة الأسلحة الأوكرانية المملوكة للدولة الصفحة الخاصة بتافور من موقعها الإلكتروني، وهي الصفحة التي كانت تشير إلى أن الشركة الأوكرانية تصنع البندقية الإسرائيلية بموجب رخصة تصنيع. لكن هل إسرائيل وحدها هي من تمد أزوف بالسلاح؟ الولايات المتحدة تريد أن تضع المجتمع الدولي ضد وتجنيده ضد روسيا، ومع ذلك هي تتفهم الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا. لكن أنا لا أستطيع أن أعرف ما هو المطلب وما هي المطالب الأمريكية من إسرائيل بزيادة حجم هذه المساعدات. لكن هناك عقدت جلسة من الأمنية والسياسية، ويتم دراسة هذا الموضوع، وتم التأكيد في هذه الجلسة أن المساعدات نعم ستبحث وسيتم زيادتها، ولكنها ستقتصر فقط على المساعدات الإنسانية. ثمة قانون في الولايات المتحدة يمنع إمداد الجماعات التي يثبت أنها متورطة في ارتكاب أفعال عنف أو انتهاكات لحقوق الإنسان بالمساعدات التي تشمل التدريب أو الأسلحة، يسمى بقانون ليهي، نسبة إلى السيناتور باتريك ليهي الذي اقترحه للمرة الأولى. القانون ذاته ينقسم إلى قسمين، أولهما يمنع وزارة الخارجية من تقديم مثل هذه المساعدات، والثاني يمنع وزارة الدفاع من توفير أي نوع من التدريب أو التسليح أو المعدات مع أي وحدة عسكرية أجنبية يثبت تورطها في الانتهاكات. لكن الولايات المتحدة لازالت تمول أوكرانيا، إذ وافق الكونغرس الأمريكي في 18 مارس عام 2022 وفي أيام الحرب
على إمداد أوكرانيا بنحو 13 مليار و600 مليون دولار من الإنفاق الطارئ، منها نحو 3 مليارات ونصف المليار دولار إمدادات عسكرية. راسلنا وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتبنا في واشنطن للرد على ما توصلنا إليه في بحثنا، فوصلنا رد من متحدث باسمهم عبر البريد الإلكتروني كان مفاده: تماشياً مع قانون ليه لا تقدم الولايات المتحدة المساعدة لوحدات من قوات الأمن الأجنبية عندما تكون لدينا معلومات موثوقة بأن الوحدة ارتكبت انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وبناء على ذلك أجرت الولايات المتحدة وستواصل إجراء فحص لوحدات قوات الأمن الأوكرانية المرشحة للمساعدة. تواصل وزارة الخارجية مراقبة حملة تضليل روسية طويلة الأمد وضحضها بشكل منهجي، والتي تدمج دعم سيادة أوكرانيا وثقافتها وتقاليدها مع دعم المثل العليا أو المنظمات أو الأنشطة النازية الجديدة والفاشية. الميليشيا التي أطلقت على نفسها اسم كتيبة آزوف لم تكن موجودة منذ عدة سنوات. وحدة مختلفة تسمى فوج الأغراض الخاصة آزوف هي جزء من الحرس الوطني لأوكرانيا، وتعمل مباشرة تحت إشراف الرئيس فلوديمير زيلينسكي من خلال وزير الشؤون الداخلية. الدعم الأمريكي لكتيبة آزوف ربما لم يأخذ شكلا رسميا من الناحية العسكرية، لكن هناك دعما من نوع آخر، إذ رفعت الولايات المتحدة الحظر عن محتواهم من مواقع التواصل الاجتماعي. تواصلنا مع شركة فيسبوك وطلبنا عقد مقابلة معهم لنستوضح كيف عادت هذه الصفحات مرة أخرى للظهور بعد حجبها لتصنيفها على أنها جماعات متطرفة. لم ترد الشركة على طلب المقابلة حتى لحظة بث هذا الفيلم، لكن مسؤولاً في الشركة شرح لنا أن الأمر مرتبط بخضوع شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك للقانون الأمريكي، فإذا صنفت الولايات المتحدة شخصاً أو جماعة على أنها متطرفة، وجب قانوناً على شركات مثل يوتيوب وتويتر وميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام ومثيلاتها الانصياع للقانون الأمريكي وحجب أي محتوى يخص الجهة التي تم تصنيفها. وقبل الحرب في أوكرانيا كانت تصنف كتيبة آزوف على أنها متطرفة، وتم حجب صفحاتها والمحتوى الخاص بها قبل أن يعود بكبسة زر واحدة من الشركة نفسها عندما رفعت الولايات المتحدة اسم الكتيبة من قوائم الجماعات المتطرفة. ومن ثم عاد محتوى آزوف على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى.